أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع الدرس المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة، الجزء الأول. إعداد الأستاذة جواهر البلوشي وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم إيجاد طول ضلع، تحديد ما إذا كان المستقيمان متوازيان، وأخيراً استعمال نظرية القطع المنصفة للمثلث. نبدأ معكم الآن بالفكرة الأولى في درسنا لهذا اليوم، وهي إيجاد طول ضلع. رح نتعلم الآن نظرية التناسب في المثلث. تنص هذه النظرية على في المثلث ACD إذا كان BE يوازي CD فإن AB على BC يساوي AE على ED. شوفوا معايا في هذا الشكل اللي أمامي، لدي هنا المثلث ACD فيه BE وCD متوازيان، إذا راح نحصل على التناسب التالي AB على BC يساوي من A إلى E على ED. مثال في المثلث PQR إذا كان BT يساوي 15، SR يساوي 5، PS يساوي 12.5. وأيضا من المعطيات في هذا السؤال أن ST يوازي RQ فأوجد TQ. الآن نلاحظ هنا في المعطيات أن ST وRQ متوازيان، إذن نستعمل نظرية التناسب في المثلث وتقول أن PS على SR يساوي PT على المطلوب TQ. الآن نبدأ بعملية التعويض المباشر. قيمة PS 12.5، قيمة SR بـ5، وقيمة BT بـ15، وهنا المجهول TQ. بعد ما قمنا بعملية التعويض المباشر، الآن نستخدم خاصية الضرب التبادلي. إذن راح نضرب 12.5 في TQ ونضرب 5 بـ15. الآن نقوم بعملية التبسيط. 5 × 15 = 75 وتساوي 12.5 TQ. الآن لازم إني أنا أتخلص من الـ 12.5 لكي أحصل على قيمة TQ. إذن راح أقسم الطرف الأول على 12.5 وأيضا نقسم الطرف الثاني على 12.5 وتكون قيمة TQ تساوي 6. الآن راح نحدد ما إذا كان المستقيمان متوازيان. إذن راح تكون عندي نظرية وهي عكس نظرية التناسب في المثلث. في المثلث ACD إذا كان لديك هذا التناسب AB على BC يساوي AE على ED، فإن BE وCD متوازيان. إذن لو نلاحظ في هذه الرسمة قال لك إنه عندك مثلث ACD، هذا المثلث فيه التناسب AB على BC يساوي AE على ED. إذا راح نحصل على مستقيمان متوازيان هما BE يوازي CD. الآن نبغى نطبق بعض الأمثلة على عكس نظرية التناسب في المثلث. المثال يقول في المثلث ABC إذا كان BE يساوي 6 وBC تساوي 15، AD تساوي 8 وDC تساوي 12، فهل DE يوازي AB؟ الآن نكتب التناسب AD على DC تساوي BE على EC. نمسك الآن كل تناسب على حدة ونوجده في أبسط صورة ممكنة.
نبدأ الآن بالأول خطوة AD على DC. نقوم بعملية التعويض المباشر. قيمة AD تساوي 8 على DC ب 12، و8 على 12 تساوي 2 على 3. الآن نمسك الجزء الآخر. BE تساوي 6، وEC ما هي موجودة عندي من ضمن الخيارات، لكن أنا لدي طول القطعة بالكامل من P إلى C ب 15، وعندي طول من B إلى E ب 6. إذن إيجاد EC راح يكون بطرح هذه القطعة الصغيرة من القطعة الكاملة الكلية. إذن 15 ناقصا 6 وراح تساوي 9، و 6 على 9 تساوي 2 على 3. إذن الملاحظ هنا بأن هذا التناسب صحيح. إذن راح تكون DE يوازي AB بحسب عكس نظرية التناسب في المثلث. تمرين: في المثلث WXZ إذا كان طول لدينا هنا XY ب 16، لدي أيضا طول WX القطعة بالكامل 24، وأيضا من Z إلى V ب 6، والأخير من طول من X إلى Z يساوي 18. فهل WZ وUV متوازيان أم لا؟ ويريد أن يوضح الإجابة. إذا راح نكتب الآن التناسب التالي: ZV على VX يساوي WY على YX. نبدأ الآن بالتعويض في كل جزء على حدة. نبدأ بالجزء الأول. ZV على VX، قيمة من Z إلى V معلومة عندي بستة، والطول من Z إلى X هذه القطعة الكاملة، ونحن نريد طول من V إلى X. إذن راح نطرحها من 6 وتصير 18 ناقصا 6. إذن البس زي ما هو ب 6، وفي المقام 18 ناقص 6 ب 12، و 6 على 12 تساوي بنص. الآن نمسك الجزء الثاني. WY على YX، ونبدأ بعملية التعويض. WY قياسها ليس معلوم لدي من خياراتها، لكن أنا عندي طول القطعة بالكامل WX وهي ب 24، ولدي أيضا طول من Y إلى X وهي ب 16. إذا نوجد طولها بطرح مين؟ الصغيرة 16 من القطعة بالكامل WX. إذا 24 ناقص 16 على YX وهي ب 16. بسط الآن. 24 ناقص 16 ب8، والمقام راح ينزل زي ما هو ب 16، و 8 على 16 تساوي بنص. إذن الملاحظ هنا أن التناسب صحيح. إذن راح يكون WZ وY في متوازيان. تمرين: في المثلث JKL إذا كان LK تساوي 13، إذا الطول من L إلى K هنا ب 13، BK ب 9، JK ب 15، وJM ب 5. فهل JL يوازي MP أم لا؟ ونريد أن نوضح الإجابة. إذا كخطوة أولى في حل هذا السؤال لازم أني أنا أكتب التناسب، وهو LP على PK هل تساوي JM على MK؟ نشوف الآن معاكم. نبدأ نوجد كل نسبة في أبسط صورة ممكنة، ونبدأ معاكم في LP على PK. PK جاهزة عندي بتسعة، لكن LP كيف راح أوجدها؟ راح أقول طول القطعة بالكامل ناقصاً KP. إذن راح أقول 13 ناقصا 9 لكي أجد طول LB على المقام ب 9. 13 ناقصا 9 ب 4 على 9. الآن نوجد النسبة الأخرى وهي JM على MK.
طيب جي ام انا قياسه معلوم لدي هنا وهو بخمسه، لكن من ام الى كي ليست من المعطيات. المعطيات لدي طول القطعه بالكامل من جي الى كي ب15، اذا ال 15 نطرحها من جي ام بخمسه يعطيني طول ام كي، اذا راح نقول في المقام 15 ناقص 5 ب10، اذا 5 على 10 تساوي نص. الان لو نلاحظ هنا ان التناسب ليس صحيحا، اذا جي ال وام بي غير متوازيه. نبدا معكم الان في فكره جديده في درسنا لهذا اليوم، وهي استعمال نظريه القطع المنصفه للمثلث. نشوف معكم الان نص النظريه. اذا كان جي وكي نقطتي منتصف اف اتش و اتش جي على الترتيب، فان اول حاجه راح تكون عندي جي كي و اف جي متوازيه، وايضا جي كي يساوي نص اف جي. شوفوا معي الان في هذه الرسمه، حدد ان النقطه جي والنقطه كي انها منتصف كلا من اتش جي، والجي منتصف اف اتش. اذا راح يكون من جي الى كي يوازي اف جي، وايضا استطيع الحصول على طول جي كي واقول طول جي كي يساوي نص اف جي. مثال في المثلث ار اس تي، اذا كان اكس زد واكس واي قطعتين منصفتين فاوجد قياس اس تي. لاحظ هنا ان اكس واي واكس زد قطعتين منصفتين، اذا راح يكون قياس اكس واي يساوي نص من اس الى تي. الان نبدا بعمليه التعويض المباشر. قيمه اكس واي موجوده عندي في المعطيات انها ب7، اذا 7 تساوي نص اس تي. خلص من النص، اذا نضرب طرفي المعادله ب2، اذا اس تي تساوي 14. الفقره ب مقياس الزاويه ار واي اكس، اذا نحددها الان مع بعض، نريد مقياس الزاويه ار واي اكس. لاحظ هنا ان لدي مستقيمان متوازيان هما اكس زد يوازي ار تي، اذا الزاويه واي اكس زد والزاوية R Y X زاويتين متبادلة داخليا، والزاويتين المتبادلة داخليا تكون زوايا متطابقة. ومن تعريف تطابق الزوايا راح يكون مقياس الزاوية R Y X يساوي مقياس الزاوية Y X Z. إذا الآن بالتعويض في مقياس الزاوية Y X Z وتكون قيمتها ب124. التقويم، إذا كانت GH قطعة منصفة في المثلث KLM فأوجد قيمة X. لاحظ هنا أن GH قطعة منصفة للمثلث KLM، إذا من J إلى H تساوي نص KM، وهذه هي نظرية القطعة المنصفة للمثلث. ابدأ الآن بعملية التعويض المباشر من J إلى H بX وKM ب22. إذا الآن نبسط 22 في 1 ب22، و 22 على 2 تكون قيمة X تساوي 11، إذا طول JH ب11. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم أولاً إذا وازى مستقيم ضلعا من أضلاع مثلث وقطع ضلعيه الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة. القطعة المنصفة في المثلث توازي إحدى أضلاعه وطولها
يساوي نصف طول ذلك الضلع. وأخيرا إذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة، إذن المستقيم يوازي الضلع الثالث للمثلث. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.